مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قبل ما نبلش في موضوعنا اليوم ما تنسوا الاشتراك بالصفحة، اضغطوا على زر اللايك زر الجرس اكيد على اساس يوصلكم كل ما انزل فيديو جديد، خلي الصفحة تستمر هيك وعدد المتابعين يزيد فيها. موضوعنا اليوم راح يكون عن يعني موضوع بسيط، راح اتكلم فيه عن نبات واحد اللي هو عن زراعة نبات او شجيرة اليوجينيا. طبعا اليوم الجو فيه شوية هواء، ان شاء الله ان الصوت يكون واضح، وانا وراي على فكرة النافورة شغالة فمش مبين معي، اذا راح يكون كل شيء راح يكون مبين معي في الايديت وضع الصوت كيف من الهواء ومن النافورة. مش حابة اطفي النافورة يعني صوتها حلو هيك جميل، فقلت خليها شغالة. فاليوم بدنا نحكي عن نبتة او شجيرة اليوجينيا، هيها اللي موجودة جنبي شايفينها. هسا خلينا نحكي بالاول طبعا عن النبات بالاول، بعديها بدي اورجيكم وين بدي ازرعه، يعني خطوات الزراعة راح تكون سهلة ان شاء الله. هسا بورجيكم السبب ليش يعني اخترت المنطقة اللي بدي ازرع فيها النبات اللي هي موجودة في المنطقة خلفي. هسا اول شيء نحكي عن نبتة اليوجينيا. هسا اذا بدنا اجمالا نحكي نعرف نبات يعني شو الظروف المناسبة بالنسبة له، بدنا نشوف موطنه الأصلي. هسا اليوجينيا إجمالا موطنها الأصلي اللي هي جنوب أمريكا، مناطق أمريكا الجنوبية. هسا مناطق أمريكا الجنوبية كيف جوها؟ حارة جدا، نسبة الرطوبة في كثير منها عالية، يعني الرطوبة كثير عالية والدرجة الحرارة كثير عالية. بالشتوية ما يتبرد عندهم كثير، تقريبا جو الشتاء عندهم زي جو الشتاء في منطقتي، بس الفرق إيش بالصيف؟ بالصيف عندهم كثير حامية وكثير رطبة. فبالنسبة لطبيعة بلادنا بالنسبة لنا اليوجينيا ممتازة، تتحمل ظروف الحرارة يعني اللي بتجينا بالصيف. إحنا يعني باعتبار درجات الحرارة عالية، بس إحنا بوصلنا أحيانا صقيع بالشتوية. هسا في موطنها الأصلي في جنوب أمريكا في أقصى الجنوب على الأغلب ما بوصلهم صقيع كثير في المناطق هذه. هسا إحنا إذا الحرارة نزلت عن تقريبا بالشتوية عن 3 درجات درجتين وصلت الصفر وكان في هواء قوي، النبات بينحرق. طبعا هذا نبات دائم الخضرة مش متساقط الأوراق، فعشان هيك أي أوراق رح تنحرق بالشتوية هاي ما رح تنجح، ما رح ترجع، فرح نضطر إنه نقصها. فعشان هيك خلال فترة الشتاء في أي فترات رح يوصل فيها صقيع لازم نلف النبات في طبقة عازلة فيه زي قماش اسمه جيوتكستايل، بيجي أبيض، بنلف فيه النباتات اللي عرضة للصقيع. وأنا فعليا في عندي نباتات كاميليا ونباتات ونبات جاردينيا مزروع في المنطقة اللي بدي أحط فيها النبات، يعني نفس الشيء إذا بيجي صقيع بلفهم. السنة الماضية الشتوية الماضية ما أجانا صقيع فما لفيت ولا نبات عندي بالحديقة، بس بدنا نعرف أحيانا بيجي شتويات قاسية، يعني حتى لو في منطقتي أنا مش ساكن في عمان، عمان يعني أبرد، بس حتى في منطقتي كمان ممكن إنها درجات الحرارة توصل للصقيع والهواء يكون كثير بارد، تمام؟ فبدنا ندير بالنا على النبات خاصة خلال فصل الشتاء. خلال فصل الصيف ما بفرق عنده، بحب الحرارة العالية وحتى بحب الحرارة اللي أعلى من عنا، تمام؟ يعني في مناطق زون 10 و 11 في أمريكا الحرارة عندهم توصل فوق 40 لأي يعني لأيام متواصلة، يعني لأكثر من شهرين. إحنا فعليا نوادر الفوق 40، يعني لحديت هسا مش عارف إذا كم يوم يعني أجانا فوق 40، وحالات نادرة أجمالا تجينا. هسا هذا بالنسبة لإيش الحرارة اللي بحبها النبات صيف شتاء. هسا بالنسبة للإنارة، النبات يعني بحب الشمس الكاملة، بنقدر نزرعه في منطقة شمس كاملة، بس كمان بيتحمل قلة الشمس. فأنا المنطقة اللي بدي أزرع فيها النبات تقريبا بوصلها حوالي خلينا نحكي ساعتين من شمس الصبح، ساعتين لثلاث ساعات. هسا أقل إشي هذا النبات لازم ينزرع في منطقة بوصلها 4 ساعات من الشمس، فأنا يعني ها على الحد مش كثير يعني مناسب، لازم إنه شوية زيادة شمس، بس بدي أجرب لأنه هاي المنطقة مناسبة كثير لهذا النبات. أما بالنسبة طبعا للتسميد للشغلات هاي، هذا نبات دائم نقدر نسمده مرة بالسنة أو مرتين خلينا نحكي بالسنة، خلال ما بنسمد مثلا أشجار الفاكهة أو أشجار الزين الثانية اللي عندنا. موضوع التسميد والزراعة جدا سهل. بالنسبة للري، هذا النبات إذا زرعناه في جوار طبعا بزبط نزرعه في جوار وبزبط نزرعه بالأرض. في حال لما نزرعه بالأرض ويتأسس بالأرض بتحمل العطش، بس إذا زرعناه بجوار يعني تقريبا لازم تسقوه كل يوم. النبات ما بيتحمل نقص المي نهائيا، بحب ينسقى. يعني انا فعليا النبات صار له عندي حوالي الشهر، صار لي شهر شاري في هذا الجوار، كل يوم بسقي لانه بحب المي، فعلا بحب المي بشكل كثير كبير. اما لما نزرعه بالارض بدنا نزرعه في منطقه تصريف المي فيها سريع، يعني هسه هو مزروع في جوار اي مي بنسقيها راح تنزل من فتحات التصريف، بس لما نزرعه بالارض مش لازم تكون التربه كثير قاسيه، مش لازم تكون طينيه كثير، يعني حتى التربه الرمليه كمان النبات بحبها كثير، بحبها ليش؟ لانه تصريفها سريع، يعني بحب ينسقى كثير بس بنفس الوقت بحب المي تروح عن جذوره بشكل سريع. طبعا النبات اللي انا شاريه شايفين جاي زي الطابه زي الكره، انا يعني شريته متعمد زي الكره لانه مناسب للمنطقه اللي بدي احطه فيها، بس اجمالا يعني هذا مشكل كطابه عشان هيك كان سعره شوي مرتفع. بس اجمالا النبات يعني هو زي شجيره، كيف الشمشير ممكن يكون مغطى بالورق يعني لحديت اسفله، يعني لحديت زي السرو مثلا، يعني شايفين هذا الساق ممكن لحديت هون لحديت بدايه النبات ممكن يكون معبى بالاوراق،
وحتى يعني كمان المحل اللي شريت منه هذا النبات موجود منه تشكيلات كثيرة يعني كأشكال من نبات اليوجينيا. طبعا النبات الموجودين عندنا بالأردن متابعين بالأردن، هذا النبات جبته من أرض وورد بالصوفية، ما بعرف إذا لساته متوفر لأني زمان شريته صراحة، مش عارف إذا ظل منهم كمية. ولما شريت التوبياري، طبعا النباتات المشكلة ككرة بيحكوا لها توبياري، تمام، كان ضايل عندهم 2 أو 3 حبات، حتى أعتقد حبتين وأنا أخذت حبة، بجوز ظلت حبة أو حبتين مش عارف إذا راحت. وفعليا بالشكل هذا كطابة كمان نبات اليوجينيا شوي نادر إنه يجي عندنا على البلد، مع إنه على فكرة هذا مزروع محليا، يعني هذا النبات مش مستورد، مزروع محليا. بس هاي الشجيرة عمرها يعني أتوقع إنه ممكن حوالي 5 لـ 6 سنوات، فأنتوا لما تدفعوا سعر عالي شوي فعليا أنتوا بتدفعوا حق النبات، يعني حق النبات هذا عمر، تدفعوا عمر النبات. يعني مش حلو انكم تشتروا مثلا نبات صغير بدينارين 3، بدكم حوالي 4-5 سنين لحديت ما يوصل لحجمه. فلما نشتري نبات بالحجم هذا كبير يعني نحصل على الحجم النهائي في فترة أسرع، وفعليا السعر يعني مش كثير فرق بين النبات الصغير والنبات الكبير إذا دفعنا حق سنوات النمو، تمام. هسا بالنسبة خلينا نحكي الثمار، هذا النبات بعطي ثمر زي ما انتم شايفين، خلينا نقرب لكم الكاميرا إذا واضحة، شايفين النموات السفلية هون، أكيد شايفينها، شايفين الكرات الصغيرة هاي، هاي كرات أزهار كلياتها بدها تفتح. هذا النبات بعطي كيف أعطيكم يعني مشابه للخوخ، هو تشيري تقريبا للخوخ، خلينا نحكي الزينة، حجمه بيجي كثير صغير بس على فكرة يؤكل، سمعت ما عمري ذقت طعمه بس سمعت إنه يعني طعمه جيد ممكن إنه يتاكل، وكمان العصافير والطيور كثير بتحبه. أنا المنطقة هاي حوالين النافورة، طبعا هسه بعرض لكم المنطقة، في كمية عصافير وحمام بري بتيجي مخيفة على المي، فعشان هيك هذا راح يكون مناسب النبات بالنسبة لها، لو أنا ما أكلتها يعني بالنسبة لي العصافير والطيور البرية إنها تحصل من هاي الثمار كثير ممتاز. النبات طبعا حجمه النهائي في بلاده الأصلية بوصل لحوالي 8 متر، طبعا احنا مش بلاده الأصلية، وطبعا انا بدي اخليه يكون محافظ على شكل الكرة هذا، فعلى اساس يظل محافظ على شكل الكروي هذا اللي عندي، ممكن اسمح للكرة تكبر ما في مشكلة، بس بدي احافظ على طولها. فعشان هيك كل سنة تقريبا خلينا نحكي منتصف الربيع بعد ما يعطي دفعة نمو لازم اقصقصه واحافظ على الشكل الكروي اللي فيه، لانه اذا تركته فعليا راح يطول هاي الافرع، يعني في افرع جديده على الكره هاي راح تطول وراح يعني يصير شكلها مش مناسب بالنسبه لي. بس النبات يعني بوصل لارتفاعات كثير كبيره في بلاده الاصليه. فهسه خليني اورجيكم وين بدي ازرع النبات، بدي اعرض لكم المنطقه وعمليه زراعه النبات بشكل سريع ان شاء الله، وليش اخترت طبعا شكل الطابه انه ما يكون في تحت اوراق، هسه ببين معكم لما اعرض لكم منطقه الزراعه. هسه اذا جينا على الحوض عندي هون، طبعا شوفوا النافورة في هوا اليوم، إن شاء الله يكون الصوت واضح. طبعا الكاليديوم عم ببدع، يعني شايفين هذا الجوار عندي هون مزروع في كاليديوم، عندي هون كمان كاليديوم مزروع بالأرض، وهسا بورجيكم جنب نبات اليوجينيا اللي بدي أزرع فيه نوعية كاليديوم لونها أبيض، هسا بعرض لكم إياه. هسا شوفوا وين بدي أزرع النبات، هون في البداية شايفين هاي ما شاء الله هاي كليتها نباتات أو أزهار عرف الديك، هاي كليتها أنا رشيتها وزرعتها من البذور. هون في عندي كمية من نباتات الأمريليس. هسا بالمنطقة هاي كمان في عندي عرف الديك، خلينا نطلع لفوق شوي، كي هون أوضح، هون في عندي فايكس موشح هذا زرعته في فيديو على اليوتيوب، هناك في عندي غابة الخنشار هسا بقرب أورجيكم إياها، هون في عندي نباتات الكاليديوم اللي لونها أبيض هسا كمان بنقرب، هون في عندي نبتة مرجان يونانيمس موجودة في المنطقة هاي، وهاي شجيرة آس لسه ما زرعتها بدي أزرعها كمان توبياري شكل طابة بدي أزرعها بالمنطقة هاي. هسا إذا طلعنا إذا رجعت للخلف، تمام، هسا إذا طلعنا هون بالمنطقة هاي شايفين المنطقة اللي بدي أشر عليها بإصبعي، المنطقة هاي هون، هاي المنطقة شايفها فاضية، يعني الواحد لما بده يمشي هون، أنا طبعا هون في عندي الممر مدخل البيت، تمام، يلي بده يمر هيك بشوف بطلع هون، حاسس المنطقة اللي بين الفايكس الموشحة وبين شجيرات الكاميليا في عندي فراغ في المنطقة هاي، عشان هيك قررت إني أزرع النبات بالفراغ. يعني لو رجعت لورا شايفين الفراغ اللي هون، بالفراغ اللي بالمنطقة هاي، أتوقع إنه النبات رح يعطي منظر كثير جميل. طبعا أنا عشان هيك اخترته من المنطقة السفلية ما في أوراق نهائيا، والمنطقة العلوية زي طابة، لأنه فعليا لما أنا أزرع النبات بالمنطقة الفاضية اللي موجودة هون، المنطقة السفلية عندي ما رح تبين نهائيا، بس المنطقة العلوية عندي رح تكون مبينة، تمام. فهسه خليني كمان أروح هناك أورجيكم شو موجود نباتات بشكل أقرب. شوفوا في عندي هون أول إشي في عندي نباتات الخنشار في المنطقة هاي، طبعا هذول مزروعين مش من السنة هاي، من السنة الماضية، وما شاء الله يعني وضعهم شوفوا ما شاء الله ممتازين، أنا بسميها غابة الخنشار بالمنطقة هاي، هسه بقرب بتشوفوها أوضح. في عندي هون نبتة جاردينيا، في عندي هون 3 شجيرات من الكاميليا، تمام، وهون في عندي
الفايكس الموشح هذا اكيد زرعته في فيديو على اليوتيوب. عندي هون جوار مزروع فيه نبات نبات احمر ايش اسمه نسيت شو اسمه. النبات حتى مش كثير يعني وضعه تمام، شايفه ضعيف شوي، مش عارف اذا راح يستمر عندي او لا، بس والله نسيت اذا اسمه، اذا ذكرت اسمه بكتب لكم اياه على الشاشه. هون اذا طلعنا بالمنطقه العكسيه هون الجوار اللي زرع فيه كمان نباتات الكاليديوم، هون النافوره، هون نباتات عرف الديك، هون في عندي المرجان او اليونانمس. تمام، هسه بالمنطقه هاي شوفوا ما شاء الله جمال الكاليديوم. هاي الفصيله اللي هون اسمها ايرون، شوفوا هالاوراق ما شاء الله لونها ابيض مع توشيحات لونها اخضر، يعني كنت زارع حوالي 15 درنة في المنطقة هاي وعبولي المنطقة هاي بشكل كامل، ما شاء الله وضعه جدا ممتاز. هاي الفصيلة الكاليديوم اللي هون اسمها كارلتون، اللي لونها زهري مع هيك مبرقشة باللون الأخضر كمان نفس الشيء. إن شاء الله الهواء إنه يكون يعني مش كثير سيء الصوت مع الهواء بالمنطقة هاي، لأنه اليوم فعلا مش عارف اخترت أصور في يوم الهواء فيه شديد. هسا هون عندي كمان شجيرات الكاميليا، هي عندي واحدة هون، في عنا واحدة هون، في عنا واحدة بالمنطقة هاي. شوفوا ما شاء الله الخنشار رائع الخنشار. فهسا أنا وين بدي أزرع النبات؟ هون بين جري في المنطقة هاي هون. فهسا خلينا نثبت الكاميرا وأزرع النبات بشكل سريع، يعني ما رح أن يكون خطوات الزراعة صعبة. ما بدي أحط سماد في المنطقة لأنه ضفت بداية الموسم كمية من السماد، فبس رح أحفر جورة مناسبة أحط النبات وأضغطه، إن شاء الله هيك بيكون مزروع وجاهز. اوكي، زي ما انتم شايفين هيك النبات صار عندي مزروع جاهز في هاي المنطقة. نبات جميل مرتب هيك، بتحسوه انه يعني ما في زي نموات جانبية هيك، لا مرتب وتايتي وبعطي هيك زي منظر جميل عندنا بالحدائق. هسا خليني بس اصور لكم اياه كمان من مكان بعيد من المحل اللي كنت قاعد فيه، خلينا نشوف كيف شكله من بعيد. طبعا اذا طلعنا من المنطقة هاي شايفين قدام اليوجينيا في ثلاث نباتات عرف الديك، هذول اني احتمال اني اقصهم اتخلص منهم. اما فعليا يعني خليني اطلع لفوق شوي، شايفين كيف النبات عبى المنطقة الفاضية؟ انا هذا كانت غايتي بالموضوع، انه هاي المنطقة اللي بالنص مش حاب انها تظل فاضية، وكمان حتى لما نلف من المنطقة هذيك يعني المنطقة الامامية كمان ببين النبات انه معطيني وضع في هاي المنطقة. ان شاء الله انه يزبط في هاي المنطقة، اتوقع انه راح ينجح ان شاء الله، لانه هذا النبات يعني بيتحمل شوية قلة الانارة، وهاي المنطقة ان شاء الله بتكون مناسبة بالنسبة له. اوكي تمام، وهذا كان الفيديو تبعنا لليوم. لقيت محل فاضي اوقف فيه عشان اصور خاتمة الفيديو. طبعا حتى المكان الفاضي هذا اللي شايفيني واقف فيه انا وصيت على مجموعة نباتات، نبات مميز جدا وصيت عليه من الخارج متناسب مع المنطقة هاي، 9 نباتات، واحد من النباتات راح يجي من المحل اللي انا موجود فيه. فقريبا حتى مش عارف كيف راح اعرف اصور لكم هذا الفيديو. مبدئيا انا ما بحب اترك محل فاضي عندي بالحديقه، لانه انا حديقه ظل معظمها زي ما حكيت بالسابق، فعشان هيك يعني بتطول عندي النباتات لحديت ما تنمو وتاخذ محلها الكامل، وقاعد بحب اني يعني مبدئيا اضيف نباتات دائمه بشكل اكبر على اساس انه حديقه الشتاء عندي ما تكون فاضيه تماما، يعني ما تكون خاليه تماما، لا يكون فيها خضار، يكون فيها شيء جميل خلال فصل الشتاء. تمام، فحبيت اني اضيف هالنبات هاليوجينيا هذا في المنطقه هاي. طبعا اي اسئله اضافيه بتحبوا تسالوها عن نبات اليوجينيا، عن اي نبات انا عرضته اليوم اجمالا، عرضت كثير نباتات، الخنشر، الجاردينيا، الكاميليا، الكاليديوم الرائع، عرف الديك، المرجان،
اي شيء يعني حكيت عنه اليوم او الفايكس اللي خلفي النبته الجميله هاي بتقدر تسالوني عنها، اكيد حطوا لي اياها بالتعليقات وبجاوبكم عنها. في اي حدا يعني عنده منطقه بتتناسب مع الظروف اللي حكيتها بالنسبه لليوجينيا صراحه بنصحه في هذا النبات لانه نبات رائع. وقاعد بستنى نشوف كيف راح تكون الثمر اللي عليه، كيف راح يكون طعمهم لاني ما عمري ذقتهم. بشكر الجميع على المتابعه، يعطيكم العافيه، نهاركم سعيد، سلام.